السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. موضوع الفيديو 90 فريم، الأجهزة اللي بتدعمها والأجهزة اللي ما بتدعمها. جبت الليستة، أحدث ليستة لببجي موبايل جبتها قبل شوي، طلبتها من قناة الدعم اللي موجودة بالسيرفر الرسمي لببجي موبايل على الديسكورد، تمام. وتاني إشي، كيف تعرف إذا جهازك إذا كان عندك خاصية 90 فريم مفعلة إنها بتشتغل أو ما بتشتغل على جهازك؟ بورجيكم إياها بدون تنزيل أي برامج، بدون تحميل إشي، بدون تفعيل ملفات إلى آخره. تقدر بورجيكم هلا بشرح المقطع كيف تعرف إنه أنت جهازك فعال ولا ما فعال 90 فريم في حال كان الأوبشن موجود على جهازك. أول إشي أنا أشوف قائمة بس الليستة وورجيكم إياها على السريع. هاي الليستة، وهذا سيرفر ببجي موبايل الرسمي على الديسكورد. هاي شايفين لما حط انفايت بيعطيني ببجي ام، هذا هو سيرفرهم الرسمي. كان الرد من المود او من الادمن الموجود. انا طلبت الاجهزة اللي بتدعم 90، فهو بعت لي الاجهزة اللي ما بتدعم الرسمي، تمام. يعني هاي هنا بعت لي اياها اسمه او اسمها كلاودي، اجهزة الابل ايباد 10 2020، وانت طالع كل اشي موجود على القائمة هاي ما بيدعم 90 فريم. لو الاوبشن عندك انت طالع 90 فريم ما بيتفعل 90 فريم، وراح بورجيكم عملي كيف تعرف انه هذا الحكي صحيح او لا. تابعوا لنهاية المقطع اهم اشي. المهم هاي اجهزة الابل زي ما انتو شايفين لحد اللي ايش الايفون 13، هلا اللي بعد ال 13 برو، 13 برو ماكس، 14، ما في اشي مذكور. فمبدئيا بتفعل 90 فريم، لكن هاي القائمة كلها هاي الاجهزة ما بتفعل 90 فريم. كل الايبادات هدول اللي شايفينهم قدامنا هون ما بيفعلوا 90 فريم، حتى لو ظاهر لك انه في خاصية 90 فريم. ننقل اللي بعده، طولنا. عندك الهواوي النوفا 7i والبي 30 برو، هدول ما بيفعلوا. ماركة الانفينكس النوت 7 والزيرو 8i والزيرو اكس نيو ما بعرفهم، انا مجرد قراءة يعني. والال جي عندك هاي ال جي 7 ثين كيو، تمام. الون بلس اللي عندك ال 6 وال 7 ما بيفعلوا. هلا بعد ال 7 مفعل عليهم 90 فريم، اللي هي ال 7 برو وال 7 تي اظني على ما اذكر، في ال 7 تي وال 8 وفوق، هدول اللي فيهم اللي خاصية ال 90 فريم موجودة فيهم. بس هدول من الون بلس يعني النورد والنورد اي سي 2001 والنورد ان 10 5G، هدول ما عليهم. يعني في حال حدا فكر عم بدور انه بده يشتري جهاز 90 فريم ياخد بالهم. عندك اجهزة الاوبو هي زي ما انتو شايفين، وبترك القائمة بالوصف كمان زي ما هي، بثبتها بالوصف ان شاء الله. هي اجهزة الريلمي، كل هاي الاجهزة من الريلمي ما بتفعل لك 90 فريم، فبدك تدير بالك وانت بتدور على جهاز شاشته بتفعل 90 فريم. هلا تردد الشاشة بيكون 90 120، بس ببجي مش مفعل 90 فريم ولا بتفعل عليه، لانه في خصائص تانية، متطلبات تانية بتكون مش موجودة بالجهاز، فما بفعل لك 90 فريم. عندك اجهزة السامسونج من 11 12، زي ما انتو شايفين هاي القائمة كلها ما عليها 90 فريم. هلا ممكن داخل الجهاز يكون داخل الجهاز تلاقي انه بعد الاكستريم تلاقي مكتوب لك 90 فريم، تضغط عليها، هاي بتكون متوفرة بس ما بتتفعل داخل الجيم، وهلا بورجيكم، تمام. عندك الشارب والفيفو واجهزة الشاومي، كل الاجهزة اللي قدامك هاي ما عليها، تمام. اختصارا للوقت This is the full list. هاي اللي طبعا هنا تروح على ساحة التمرين ومنها بتقدر تعرف 90 تفعلوا او لا. ما بيحتاج تنزل تطبيقات او برامج او تحط ملفات تخرب او تعمل اي شيء على اللعبة. طريقة نظامية، اذا جهازك ما بيقيس الفريمات سواء ايفون او غيره، تيجي على التمرين وعلى هذا التارجت اللي شايفينه هنا، الاهداف المتحركة على هذا الهدف بالضبط شايفينه، هذا بتقدر تعرف انه انت 60 فريم او 90 فريم. لما تفعل 90 بتزيد سرعته، اذا ما زادت سرعته بيكون جهازك ما بيدعم ال 90 فريم.
أنا هلأ هون فعلت 90 فريم، السرعة زي ما هي لأنه تردد الشاشة عندي لسه مش مفعله على 90 فريم. هلأ بروح على إعدادات جهازي أنا وبرفعها، هيها هنا رفعتها من 60 ل 120. الآن برجع للعبة وحتشوف إنه سرعة التارجت صار أسرع، هيو شوف كيف صار أسرع، وهلأ برجع لكم إياه على 60 فريم حتى سرعته تصير أبطأ. من تتغير السرعة، أول ما بتتغير تعرف إنه أنت اتفعل عندك 90 فريم. هلأ إذا الأوبشن موجود عندك وفعلت 90 والسرعة هي هي، اعرف إنه جهازك ما بيدعم 90 فريم. لو شو ما تعمل ما بيدعم، وببجي مش مفعل الأوبشن هذا، مش مفعله فعليا 90 فريم على جهازك. شوف فرق السرعة، هيك 90 فريم صار. تمام يا شباب، نشوفكم بفيديو تاني، لا تنساني من اللايك والاشتراك. سلام عليكم.